مستمرين معكم نوفمبر 2011 بيبر 2 فاريانت 1 والسؤال الثالث الورقة بتاعت يير 9 أو ما يسمى بالبري اي جي. تمام السؤال هنا يا جماعة من الأسئلة النادرة في حتة ما بتجيش كتير خالص يا جماعة وهي السنتر اوف ماس. طبعا يا جماعة بيقولي in a laboratory experiment to find the center of mass of a triangular piece of card the card is suspended from point A then point B as shown. هو يا جماعة احنا عايزين نجيب السنتر اوف ماس بتاع المثلث ده، فبيعملوا يا جماعة بيبدأوا يعلقوه من نقطة ويرسموا كده خط vertical كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، ويبدأوا يعلقوه من نقطة تانية اهي بي اهي ويرسموا خط vertical كده. تمام نقطة تقاطع الخطين دول بيبقى هو ده السنتر اوف ماس. فتعالى نستعيد ذكرياتنا مع هذه الاكسبيرمنت. زي مثلا عندي الكارد دي انا عايز اجيب السنتر اوف ماس بتاعها، ادي عندي الفتحة رقم 1، الفتحة رقم 2، الفتحة رقم 3. بنعلق الجسم بتاعنا يا جماعة فريلي بهذا الشكل، وبنجيب اختراع كده حاجة اسمها البلم لاين. ايه البلم لاين دي؟ خيط وتقيلة كده، خيط بتقيلة كده، فبنجيب بقى قلم رصاص وتروح جايب القلم الرصاص كده عامل خط كده جنب الايه؟ جنب الخيط بهذا الشكل اهو اهو يا جماعه. حاجه جميله جدا. تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل بعد كده يا جماعه؟ دي ركز ان دي الفتحه رقم 1 ودي الفتحه رقم 2 ودي الفتحه رقم 3. هنروح ناقلين الكارد بورد ده، وبدل ما نعلقه من الفتحه رقم 1 ركز ان دي الفتحه رقم 1، علقه بقى من الفتحه رقم 2. ده الخط يا جماعه الاولاني اللي احنا عملناه. وهنجيب تاني البلم لاين بتاعنا ونعلقه كده. تمام ونروح جايين برضو بالقلم الرصاص حبايبي ونروح عاملين كده. اكرر تاني، دي كانت الفتحه رقم 1، دي كانت الفتحه رقم 2، ودي كانت الفتحه رقم 3. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان نقطه التقاطع ده هو ده السنتر اوف الماس بتاع الكاردبورد. انا يكفيني فتحتين، الفتحه 1 والرقم 2، خلاص كده الاكسبيرمنت خلصت. بس لو انت عايز للتاكيد ممكن ان انت تعلقها من الفتحه رقم 3، فتعال نجرب نعلق الجسم بقى من الفتحه رقم ايه؟ 3. يبقى دي الفتحه رقم 1، دي الفتحه رقم 2، هات البلم لاين بتاعك، سبحان الله هتلاقي يا جماعه معدي بنفس النقطه. طبعا الاكسبيرمنت دي ما بتبقاش بالاكيورسي دي قوي، بس ايه نظريا المفروض ان هي تعدي بنفس الايه النقطه. فده السنتر اوف ماس بتاع الجسم. هو عمل بقى نفس الموضوع هنا، فبيقول لي ايه الاداه اللي انت استخدمتها. What piece of apparatus might be used to determine the vertical line through A and B. ايه الحاجه اللي انت استخدمتها عشان تديتيرمن الفيرتيكال لاين؟ طبعا يا جماعه دي كانت حاجه اللي هي طبعا اللي هو الخط طبعا بيتكلمني عن الخط ده اللي هو نازل كده، فطبعا ده استخدم ايه؟ استخدم البلم لاين. فبيقول لي draw construction line to find the position of the center of mass of the triangle. افتكروا يا جماعه ان احنا لما جينا علقنا A الفيرتيكال لاين عدى ب D، ولما علقناها من B الفيرتيكال لاين عدى من عدى ب E. يبقى ببساطه هعمل ايه؟ ادي بلم لاين، هنجيب A ونوصل الخط بتاعنا بايه؟ ها هينزل اهو. طيب يلا نرجع تاني، ال A هيعدي بايه؟ ب D، ولما علقناها من بي عدى بإي. إذن هي دي السنتر اوف ماس يا جماعه، هي دي السنتر اوف ماس اللي يسميها جي. تمام. طيب السؤال اللي بعده سؤال بايخ حبتين بس ارجوك افهموا معايا. بصوا يا جماعه الجسم عمره ما هيبقى ستيبل او زي ما بنقول ات ايكوليبريم الا لما السنتر اوف ماس بتكون اباف البيز. فالجسم يا جماعه وهو واقف كده، تمام، بما ان دي كده وضعيه استقرار، اذا افهم كده يا جماعه السنتر اوف ماس ممكن تكون دي، ممكن تكون دي، ممكن تكون دي، ممكن تكون دي، ممكن تكون دي. ليه؟ لان النقط دي كلها اباف البيز. ده البيز يا جماعه، ده البيز معايا، النقط دي كلها اباف البيز. تمام. طيب فبالتالي اقدر اقول السنتر اوف ماس لازم يكون على الخط ده. ليه؟ ما البيز اهو حته البتاع الصغير دي، هي دي البيز. تمام. طب يا ترى مين يعني كلهم؟ ما هي نقطة واحدة. أنا أقول لك مين. هو جه عمل إيه؟ قال لك راح مميل البتاع ده كده، العروسة دي ولا الدمية دي، راح مميلها كده. تمام؟ إحنا اتفقنا إن السنتر أوف ماس يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي، صح؟ طيب لقاها رجعت تاني، لقاها رجعت تاني. طيب بصوا يا جماعة إحنا قلنا الجسم بيكون مستريح، الجسم بيكون ستيبل لما السنتر اوف ماس يكون اباف البيز. طب ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان لا دي السنتر اوف ماس ولا دي السنتر اوف ماس ولا دي السنتر اوف ماس ولا دي السنتر اوف ماس. ليه؟ يا جماعه احنا جينا نيمنا الجسم كده، تمام؟ جينا نيمنا الجسم كده لقيناه راح راجع تاني كده.
طب ما ده يا جماعه معناه ان ده كله، دي الحاجات دي كلها مش السنتر اوف ماس. غلط. ليه؟ لان البيز اهو، ما هو نايم دلوقتي. لو كانت اي واحده من دول سنتر اوف ماس كان الجسم هيستريح وهو نايم، تمام؟ ما هو ده البيز اهو، صح؟ لو كانت اي واحده من دول سنتر اوف ماس كان الجسم استقر كده وهو نايم، كان ايه اللي هيرجعه؟ انما لان ولا واحده من دول سنتر اوف ماس، الجسم راح راجع تاني لوضعه الاصلي. اذا يا جماعه نقدر نقول لا دي السنتر اوف ماس ولا دي السنتر اوف ماس ولا دي السنتر اوف ماس ولا دي السنتر اوف ماس. هي دي يا جماعه السنتر اوف ماس اللي هي الاخيره دي، اللي هي دي يا جماعه، تمام؟ اللي هي كانت هنا اهو. خلاص، دي اجابه هذا السؤال. انا عارف طبعا السؤال شويه شكله بايخ، بس ارجو انك تحاول، طبعا ارجو انك تبص معايا. اكس كليرلي اون سنتر لاين اللي هي ده يا جماعه، تمام؟ اكس كليرلي وذين سيمي سيركل بورشن، يعني في نطاق الحته دي، ما تكونش في حته تانيه. ده كان سؤال سنتر اوف ماس، يعني شويه محتاج شويه تفكير. لو حبيت تعيد الفيديو تاني ارجوك عيده لغايه ما تفهم الفكره.